لما زميل يجي يتهم زميله وهو كذاب، لان هو اصلا المنحه اللي ياخذه فيها زملاء هو ياخذ فيها، هو نفسه ياخذ فيها ويجي يكذب في بلاتو، هذاك عيب. سمعتوا هذا؟ عيب عيب. اسمعي يعني اسمعي، وهو المشكله عارف. وهو المشكله وين؟ المشكله وين؟ المشكله في الناس عضونا اللي شايفين ارواحهم ما ندرش من ورطه، مش قابلين قصص بناتهم، لان ليلى كان الشعب التونسي يعرف اش عامل على خاطر واش عامل معاهم هذونا، واش قداش فسرت لهم من العيد، ممكن تعملوا لي صنبه في كل مدينه، لكن ما حشيش بصنبني، انا نخدم وربي عالم، لان ربي راهو يقيد الخير والشر، انا الشعب التونسي وراهو في حتى في اللجان التاسيسيه والتشريعيه كل شيء مسجل راهو، التاريخ تو يحكم، انا العيبهم فسرتها. مثلا اعطينا مثال. لا ما نقولكش لا. يا بنتي راهو عندي صغار حتى لي، حتى لي عندي صغار زيك، بالك تصوريهم الكل ملايكه اللي يمشوا على الارض هذونا، ما هم مش ملايكه راهو. فهمتي؟ تتصور انا صيد صحيح ونقول كل شيء صحيح، لكن ما نجمش نقول اي حاجه كل شيء راهو. نهار اخر باش تقول كل شيء. اي نجم نجم وقت نمشي لاهلي للجنوب ونقول كل شيء والراجل فيهم يلحقني غادي، اما هنا انا نحس بروحي غريب، نحس بروحي وحدي. علي؟ اي نحس روحي وحدي، لان الناس عندها فلوس ممكن يدفع 50 60 مليون ويقعد في الشارع. انا شفت عودت برشا مرات كلمه ناس عندها فلوس ابراهيم اللي عندها مشكله يعني في رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا، هذه هي حياتنا، اللي عنده الحنينات هو اللي يحكم، اللي عنده الحنينات هو يصور، هو اللي يصور الطرق، يعني هو يصور، هو يصور روحه هكا يعني، فهمتي؟ هذيك هي الدنيا، هو ربي قال المال والبنون زينة الدنيا، حتى المال، لكن المال الحلال الزلال، ثم ناس خايفة تتكشف، هي سراق، وللأسف اللي الماخذ على النهضة، الماخذ الوحيد، الماخذ الوحيد على النهضة أنهم ما حسبوش سراق، باقي الناس اللي فلوسها حلال هنا تخدم ولبس عليها، حتى السراق يعملوا محل يا يحسبوهم يا فك علينا ما المشكلة، سيبوهم برا، أعمل معمل في بوزيد وعمل معمل في قبلي وفي قبصه واحد وخدم الناس وعفى الله عما سلف، لكن عفى الله عما سلف عند المخدره. تولي المره اللي فاتت ما عجبتنيش ودخلت النهضه، علاش؟ المره اللي فاتت تكلمت انا اللي يشوفني يقول نهضوا، لان اللي يقول لك اذهبوا فانتم الطلقاء، العفو سمح، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، لكن قالها بقى وين؟ وقت دخل مكه واحتل الكعبه وجوه يترجفوا، وجوه الاعداء يرشفوا على ركابهم، ما انت فاعل بنا اليوم؟ قال لهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما انا فاعل بكم اليوم، قال له اخ، قال لهم اخ كريم وابن اخ كريم، قال لهم اذهبوا فتوا الطرقاء، العفو عند المقدره، مش تو انت تعفي عليه وانت خايف منه، انت خايف منه لانك عفيت عليه، القدره العفو عند المقدره، لما تخليه تجيب الفاسد والسارق والقاتل وتخليه يرجف على ركابه قدامك، ساعتها تقول له اذهب فانت طليق، مش تعفو عليه اذهب انت طليق وانت خايف منه وما استطعتش عليه وما قدتش، فما